الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأصلي وأسلم على من بعثه الله هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبي الرحمة ونبي الملحمة محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. ثم أما بعد، عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ذكر الله تعالى هذه الآية على لسان نبي الله تعالى شعيب عليه الصلاة والسلام، الذي بعثه الله تعالى رسولا في مدين التي عم فيها من أنواع الفساد وأشكاله الشيء العظيم الكبير، بدءا بالإشراك بالله تبارك وتعالى وفساد الحياة الاقتصادية والتصرف في الأموال بغير ما يرضي رب البرية. قال عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ابتدأ عليه الصلاة والسلام دعوته بأصل صلاح البلاد والعباد كلها، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فإن توحيد الله تعالى أعظم صلاح في الأرض، والإشراك بالله تعالى أعظم فساد في الأرض، والتوحيد أعظم مصلحة يتم تحقيقها، والشرك أكبر مفسدة يجب محوها ودرؤها. ولهذا كان إقامة التوحيد ومحو الشرك والتنديد أول أمر بعث الله به الرسل، من نوح عليه الصلاة والسلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
فكان هذا هو أصل الصلاح كله. ولا صلاح بلا توحيد، ولا صلاح مع وجود الشرك والتنديد. ولهذا كانت دعوة الإصلاح للأنبياء والمرسلين بادية بالجذور ومن الجذور، لأن الجذر إذا صلح صلحت الفروع وطابت الثمار، وإذا فسد الجذر فسدت الجذور والفروع وفسدت الثمار. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالبلد الطيب يقوم على عقيدة صحيحة، على توحيد لله عز وجل، على محاربة للشرك والوثنية، سواء شرك القبور أو شرك القصور. فلا فرق بين عابد الوثن ومشرع غير ما أنزل الله تبارك وتعالى في الأحكام. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في نفس السورة في الآيات قبلها: ولا يشرك في حكمه أحدا. فذكر الله تعالى في سورة الكهف التي شرع لعباده قراءتها كل أسبوع، قرن الله تعالى في هذه السورة ذكر نوعي الشرك: شرك العبادة وشرك الحكم والتشريع، حتى ينفتح للعباد المعنى الحقيقي للتوحيد، كما يريده رب العبيد. فالتوحيد حق الله عز وجل علينا، حقه أن نعبده. ومعنى أن نعبده أن نوحده، ومعنى أن نوحده أن نفرده بالعبادة كلها. نوحده فلا نصلي إلا له، نوحده لا ندعو سواه، نوحده لا نحكم بغير حكمه، نوحده لا نطيع غيره وغير رسوله الذي أمرنا الله تعالى بطاعته. توحيد بالمعنى الرباني، توحيد الله تعالى في العبادة، وتوحيد الله تعالى في الحكم والتشريع. وهذا المفهوم الذي يغيب عن كثير من الناس حينما يسمعون الدعوة إلى إقامة التوحيد ونبذ الشرك، تنصرف أذهان البعض إلى عبادة القبور فقط. نعم، عبادة القبور شرك، وتشريع ما لم يأذن به الله أيضا شرك، دعاء الله وحده توحيد، والحكم بشرع الله وحده توحيد. قال عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. الدين القيم أن يكون الحكم لله وحده، الدين القيم أن لا نعبد إلا الله عز وجل وحده، ذلك الدين القيم. الدين القيم الذي أمرنا الله تعالى بإقامته. قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما أنزلنا إليك وما وصينا به إبراهيم ونوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أن أقيموا الدين، وهذا هو الإصلاح الحقيقي في الأرض، بإقامة الدين فيها. وإذا قام الدين قام العدل، فإن الدين والشريعة جاءت بكل عدل. قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكل عدل في الحياة الدنيا فإن في شريعة الله تعالى الأمر به. إن الله يأمر بالعدل، الألف واللام تفيد الاستغراق، جميع العدل، جميع العدل، وأعظم العدل التوحيد، وأعظم الظلم الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أن تشرك بالله فتدعو غيره، أن تشرك بالله فتستغيث بغيره، أن تشرك بالله فتحكم بغير حكمه، إن الشرك لظلم عظيم. وهو أعظم ظلم وقع على وجه الأرض أن أقيموا الدين. قال الله تعالى: أن أقيموا الدين. وهذا صلاح الأرض، كانت الأرض تفسد بالشرك. قال ابن عباس: يبعث الله تعالى الرسل ليصلح الأرض بعد فسادها. قال ابن عباس: وفسادها بالمعاصي فيها واستحلال المحرمات وسفك الدماء، فذلك فسادها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فذلك فسادها. فالمعاصي وعلى رأسها الشرك بالله تعالى إفساد عظيم في الأرض. قال نوح: قال شعيب عليه الصلاة والسلام: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. أوفوا الكيل لا تطففوه، والميزان هو العدل، سواء العدل في الحكم أو العدل في الكيل أو العدل في المعاملات كلها، فكل ذلك من الميزان. وحقيقة الميزان الحكم بين الناس بالعدل. قال الله تعالى: السماء رفعها ووضع الميزان، هو ميزان العدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات والهدى وأنزلنا معهم الحديد فيه بأس شديد ليقوم الناس بالقسط. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات والهدى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الكتاب الحاكم، والميزان آلة الحكم. فالكتاب هو الحاكم، والميزان آلة الحكم، والحديد هو الرادع لمن خالف. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات والهدى وأنزلنا معهم الكتاب، الدستور الذي يحكم، والميزان آلة الحكم، آلية الحكم، التأهل للحكم. وأنزلنا الحديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن لم يقوم بالكتاب قوم بالحديد. فالكتاب الهادي والسيف الناصر هما قوام كل دولة راشدة، فلا قوام للرشاد والصلاح في البلاد إلا بالكتاب الهادي وبالسيف الناصر. فمن لم يرتدع بالكتاب ومواعظه وزواجره وتخويفاته
وإرشاداته وأوامره من لم يرتدع بالكتاب ردعه الحديد الذي هو وسيلة العقاب. فأنزل الله تبارك وتعالى كتابا وحديدا وميزانا، وجعل هذه الثلاثة قوام الصلاح في الأرض، وبها يقوم الدين. ولهذا أمر الله تعالى عباده بعبادته، ونهاهم عن الشرك به، وجعل ثواب العابد لله الجنة، وفي الدنيا الطمأنينة، وجعل عقاب المشرك بالله في الآخرة الخلود في النار، وفي الدنيا تقطع رقبته بعد أن يستتاب. إذ لا بد للشريعة من حارس ورادع، لا يمكن أن تأتي الشريعة بأوامر مجردة عن عقوبات للمخالفين. ولهذا شرعت الحدود، نهى الله عن الزنا، لم يقف الأمر عند النهي، شرع للزاني عقوبة، نهى عن السرقة، لم يقف الأمر عند النهي، شرع للسرقة حدا عقوبة، نهى عن شرب الخمر، لم يقف الأمر عند النهي عن شرب الخمر، شرع لشارب الخمر عقوبة، وهكذا جاءت العقوبات بعد التشريعات. وجاءت التشريعات مخاطبة المخاطبة للقلوب، آمرة بتقوى الله، ناهية عن معصية الله، ومحذرة من العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. فهما عقوبتان، عقوبة في الدنيا تردع المتعدي على حدود الله، وتعصم المجتمع من انتشار الكبائر والآثام، وعقوبة أخروية يعاقب الله تبارك وتعالى فيها وبها من أفلت من عقوبة الدنيا أو لم يعاقب ويؤاخذ على حده في حياته الدنيا. قال شعيب عليه الصلاة والسلام: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تجحدوا حقوق العباد، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تظلموهم كما قال بعض المفسرين، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تحتقروهم وتنتقصوهم، فإن من بخس صاحب العلم علمه، سواء كان علما دنيويا أو علما شرعيا، من بخسه حقه ألا ينزل منزلته وألا يوضع في موضعه. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كان إصلاحها كما قال ابن عباس ببعثة الرسل فيها وإقامة الطاعة والتوحيد فيها. فأفسدوها بالشرك أولا، وبتطفيف الكيل والميزان ثانيا، والعدوان على الأموال ثالثا، والتصرف فيها على غير ما أراد الله تعالى رابعا، فأخذ الأموال من غير حقها بالتطفيف، وأنفقوها في غير حقها بالإسراف والتبذير. ولهذا لما دعاهم شعيب عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدعوة الربانية التوحيدية الاقتصادية، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك
أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قالوا يا شعيب أصلاتك؟ وذكروا الصلاة لأن الله تعالى أخبر أن الصلاة تنهى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وهذا الشرك بأنواعه كلها. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نحن أحرار، وحينما قالوا أموالنا نسبوا المال إليهم فأخطأوا، فالمال في أيدينا، فالمال الذي في أيدينا إنما هو استخلاف، هو مال الله وضعه في أيدينا. قال الله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولهذا إذا مات الواحد منا لا يدفن ماله معه، ينتقل هذا المال إلى غيره، إلى ورثته. وكذلك من نزع منه الملك لا تنزع منه الأرض، تبقى الأرض ويستخلف فيها غيره. قال الله عز وجل عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فقوم شعيب ظنوا أن المال لهم وأن امتلاكهم لهم امتلاك تام يبيح لهم أن يتصرفوا فيه كما شاءوا، ولهذا قالوا أو أن نفعل في أموالنا، هذه أموالنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فاستدلوا بامتلاكهم للأموال على حرية تصرفهم، فأخطأوا في الأمرين. أولا أخطأوا في ظنهم أنهم ملاك لهذا المال امتلاكا أبديا، والأمر ليس كذلك، هم ملاك للمال امتلاك تصرف فقط وليس امتلاكا أبديا، يموت هو وينتقل المال منه إلى غيره. وأخطأوا حينما ظنوا أن لهم حرية التصرف في هذه الأموال أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. ليس لهم أن يفعلوا في أموالهم ما شاءوا، إنما يفعلون في هذا المال بما أراد الله تعالى وكما أراد الله عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، قدمت بهذه المقدمة بين يدي خطوة الإصلاح التي سلكها رئيس البلاد بتخفيض عدد الوزارات من 31 وزارة إلى 21 وزارة، وهي خطوة مهمة في طريق الإصلاح، ولكنها ليست الأهم. وكل خطوة في طريق الصلاح والإصلاح فإننا نؤيدها ونحبها ونفرح بها، وكل صلاح يحدث في الأرض إنما هو مما يرضي الله تبارك وتعالى. ولكن معالجة العرض مع ترك المرض خطأ شنيع، فإن العدد الكبير من الوزارات عرض لمرض، عرض لمرض، والواجب معالجة المرض مع العرض في وقت واحد، لأن ترك المرض
والانشغال بالعرض لا يقطع توالي الأعراض، فإن وجود المرض يعني توالي الأعراض كل مرة يظهر عرض جديد من أعراض ذلك المرض. وحقيقة المرض الموجود في هذه البلاد عدم حاكمية الشريعة الإسلامية، وهو المرض العضال. ولكن له علاج، علاجه أن يقام الدين وأن تحكم شريعة رب العالمين على كل المستويات، على مستوى الرئاسة وعلى مستوى الوزارات وعلى مستوى القضاء وعلى مستوى المحليات وعلى مستوى الولايات وعلى جميع المستويات، أن يقام شرع الله تبارك وتعالى إقامة كاملة كما أمر الله عز وجل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين. صحيح سنعادى، سيعادينا العالم إذا أقمنا شريعة الله تعالى، وليس هذا بالأمر الجديد، ومعاداة العالم لنا لا تبرر ولا تحل لنا أن نتهاون في تطبيق الشريعة أو أن نتلاعب بها أو أن نتنازل عنها أو أن نعطلها أو أن نفرقها من مضمونها. قديما كفار قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إن اتبع الهدى معك، إذا دخلنا في دينك وأقمنا شريعتك نتخطف من أرضنا، يخرجوننا من أرضنا، يقاتلنا العالم. ذكر الله تعالى ذلك ذاما لهم ومبينا أن هذا ليس عذرا، مبينا أن هذا ليس عذرا، نحن مأمورون أن نقيم الدين ولو على جماجمنا ولو سالت فيه دماؤنا. وهل تبذل الدماء إلا لإقامة الدين؟ وهل تبذل الدماء إلا لإقامة الدين؟ وهل ترخص الأرواح إلا في سبيل الدين؟ لا شك أننا إذا أقمنا دين الله تعالى لن يستقبلنا العالم بالورود ولا بالمنح والقروض. لا شك أننا إذا أقمنا دين الله تعالى سنعادى. قد قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل في الغار ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء ترجف بوادره، وأخذته خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. قال ورقة: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فلا بد أننا سنعاد، إذا أقمنا شريعة الله تعالى سنعاد. وهذه العداوة أكبر علامة على صدق الطريق وسلامته وصحته. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلاقي في طريق إقامة الدين العداوة الكثيرة والكبيرة من أقرب الناس إليه، من أقاربه، من عشيرته، ثم من العالم من حوله. ومع ذلك لما قال النبي قال أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامة الدين، قال: يا ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه كخبزة. الحديث في صحيح مسلم. قال: يا ربي إذا يثلغ رأسي يرضوه بالحجارة حتى يدعوه خبزة مبسوطة
إذا دقت الخبزة إذا دق العجين انبسط. قال يا رب إذا يثلغ رأسي. قال الله تعالى له أخزهم نغزي. ما قال له إذا أعفيناك من هذه المهمة. ما قال الله تعالى له إذا تركنا لك حرية التصرف. قال الله له أخزهم نغزك واستخرجهم كما استخرجوك وقاتل بمن أطاعك من عصاك. لا إقالة في هذا الأمر ولا تنازل فيه ولا تهاون فيه ولا أنصاف للحلول فيه. أخزهم نغزك أي قال وابعث جيشا نبعث عشرة معه. ابعث جيشا من المؤمنين نبعث. الله تعالى يقول نبعث عشرة معه من الملائكة المسومين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به لتطمئن حتى لا تغتروا بكثرة عدد الكفار وكثرة العدد والأسلحة. ماذا تساوي هذه كلها أمام الأعاصير التي تضرب الآن فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية ولاية بكاملها؟ إعصار واحد شردها وأباد خضراءها وقلع شجرها ودمر منازلها وأغرق شوارعها وهجر سكانها. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ابعث جيشا نبعث عشرة معه. عشرة مدد من الله تبارك وتعالى. لكن لمن؟ لمن قام بأمر الله كما أراد الله عز وجل. أقول وإن هذه الخطوة في طريق الإصلاح بتخفيض عدد الوزراء خطوة مهمة جدا، ولكن الأهم من ذلك إطلاق يد الشريعة الإسلامية في البلاد، فإنها صمام الأمان. ومحاربة الشرك بأنواعه كلها، فإن مظاهر الشرك في بلادنا كثيرة، بدءا من الطواف بالقبور والاستغاثة بالمقبور ومرورا بشرك القصور وتشريع ما لم يأذن به الله وانتهاء بانتشار الكبائر وكثرة الفواحش. فأول خطوة في طريق الإصلاح الحقيقي الصادق إقامة شريعة الله عز وجل باستوزار المصلحين. باستوزار المصلحين وإقامة الدين ومعاقبة الفاسدين والمفسدين. حدثتنا هذه الحكومة عن قطط السمان، وعلمنا منها ببعض أسماء هذه القطط السمان، وبقي أن تخبرنا الحكومة بالفيلة السمينة أيضا الذين هم أكبر من الفئة القطط السمان ممن نهبوا البلاد والعباد وضيعوا الثروات في عطاءات واختلاسات وتربح غير مشروع واستنفاع من وراء الوظائف والقرابة. فإذا أقيمت الشريعة كما أمر الله تعالى فإن الشريعة لا تحتاج إلى لجنة لمحاربة الفساد. الشريعة بما فيها من أحكام شرعية وحدود ربانية كافية في محاربة كل مفسد، كافية في محاربة كل مفسد. فقط أن تطلق للشريعة الإسلامية يدها تحت يدي قضاة لا يخافون في الله لومة لائم، فعند ذلك يقام شرع الله تعالى على كل فاسد ومفسد
لا تحميه قرابة قريب ولو كان أقرب قريب. حينما تطلق يده الشريعة الإسلامية يعاقب الشريف والوضيع، وحينما تعطل الشريعة يعاقب الوضيع ولا يعاقب الشريف، يعاقب البعيد ولا يعاقب القريب. وهذا من أكبر أسباب فساد بني إسرائيل، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ثم إن بني إسرائيل خرجوا من ضلال إلى كفر أعظم، بدلاً من أن يقيموا شرع الله على الشريف والوضيع اصطلحوا فيما بينهم على حكم مخالف لشرع الله، حكم مخفف يقيمونه على الشريف والوضيع معاً، فوقعوا في الكفر بالله عز وجل. وفيهم أنزل الله تعالى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم اصطلحوا على حكم مخالف لحكم الله وحكموا بغير ما أنزل الله، فكانوا بذلك كفاراً والعياذ بالله. إن الواجب على الحكومة أن يكون مقصودها ليس مجرد تحقيق طموحات الشعب وإرادته، وإنما الواجب أن يكون مقصود الحكومة تحقيق مراد الله تعالى منها. ماذا أراد الله منها قبل أن يسألها الشعب؟ وليس مهم سؤال الشعب، الأهم من ذلك سؤال رب الشعب، المهم ما يريده رب الشعب، رب العالمين، إله الخلق أجمعين. الذي يريده الله بينه في كتابه، والله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ثم بعد ذلك إذا أقيمت شريعة الله تعالى نقترح استكمالا لطريق الإصلاح إلغاء مناصب مساعدي الرئيس، فإن هذه المناصب الكثيرة الوثيرة تستنزف من أموال المسلمين المليارات المليارة. إذا كان تخفيض 10 وزراء فقط قلل على الدولة 43 تريليون جنيه، 43 مليار، 10 وزراء فقط كانوا يكلفون الدولة 43 مليار. فهؤلاء أو ما يسمى بالمساعدي مساعدي الرئيس، العدد من المساعدي الرئيس لا معنى له. الوزراء في حقيقة الأمر مساعد للرئيس، ما معنى الوزير؟ من هو الوزير؟ الوزير هو المساعد في الحقيقة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وإلغاء منصب الوزير بوزارة الدولة، صحيح أن الحكومة في طريق الإصلاح في خطوة الإصلاح هذه خفضت عدد الوزراء من 31 إلى 21، ولكن عدد الوزراء بوزارة الدولة 27 وزيرا، يعني 27 وزير بوزارة الدولة زائد 21 وزيرا، فيكون العدد 39 وزيرا بمخصصاته ومرتباته وأمنياته وما يتعلق به من نثرياته ومكاتبه وسكرتيريه ومساعديه ونوابه وغير ذلك من ترهل عظيم. ولا معنى لوزير بوزارة الدولة مع وجود لوزير، وزير للخارجية ووزير للدولة لوزارة الخارجية، ما هذا؟ وزير للمالية
ووزير للدولة لوزارة المالية، وزير للداخلية، ووزير للدولة لوزارة الداخلية، وزير رئيس للوزراء، ووزير لمجلس الوزراء. هذا في خطة الإصلاح الجديدة، هذا في خطة الإصلاح الجديدة. لا بد من إلغاء منصب الوزير بوزارة الدولة بالكلية، والاكتفاء بمنصب الوزير فقط. وهذا كما تقدم مع ثبوت المبدأ الأصيل، وبعد أن تنفذ الشريعة الإسلامية إنفاذا تاما، وإيقاف استيراد الحكومة وشرائها للسيارات بكاملها. لا يعقل يأتي كل وزير بسيارات جديدة، لا يعقل في بلاد تئن بالفقر والتضخم الاقتصادي الكبير والترهل الحكومي الضخم أن يأتي كل وزير جديد بسيارة جديدة. هذا لا يحدث حتى في دول العالم المتقدمة الصناعية الكبرى. الوزير يأتي على ما بقي ما وجد من سيارات عددها كبير، عددها كبير، وجميعها سيارات حديثة وبأرقام مليارية. هذا من العدوان على المال العام، هذا من العدوان العظيم على المال العام. يلغى جميع شراء السيارات، يلغى مبدأ شراء السيارات للحكومة بالكلية، سواء لرئاسة الجمهورية، للوزراء أو لغيرها. وبدلا من ذلك إعادة ما كان موجودا في السابق بما يسمى بالنقل الميكانيكي، الذي يقوم على صيانة هذه السيارات. لماذا تترك السيارة متعطلة بلا صيانة، وتترك أجهزة الحكومة بلا مراجعة ومراقبة؟ حتى وصل هذا إلى تكدس الناس في الشوارع، يمشون على أقدامهم، والحكومة لا تزال تبحث في استيراد المزيد من الباصات، بل ونشرت إعلانا على أنها ستستورد لولاية الخرطوم 900 باص. لا تحتاج البلاد إلى باصات جديدة، ما فيها من الباصات عدد كبير ولكنها متعطلة. بدلا من ذلك، بدلا من الأموال الفلكية في شراء الجديدة، فلتبذل عشر هذه الأموال في صيانة الموجود، فتنحل بذلك مشاكل المواصلات في البلاد. إنه سوء إدارة، إنه سوء إدارة، بدءا من عدد الوزراء الكبير، وانتهاءا بمنطق الإحلال والإبدال. تعطلت السيارة، إيتي بسيارة جديدة. غادر الوزير، يأتي وزير جديد بسيارة جديدة، وأثاث مكتبي جديد، وحرس جديد، وسكرتير جديد، ونائب جديد. هذا لا يحدث حتى في دول العالم المتقدمة. 21 وزيرا، و27 وزيرا بوزارة الدولة. أكبر دولة اقتصادية في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، قاتلها الله وأباد خضراءها. دولة اقتصادها، حجم اقتصادها أكبر اقتصاد في العالم. عدد الوزراء في الولايات المتحدة الأمريكية عباد الله 14 وزيرا. في الصين، دولة بحجم قارة، دولة بحجم قارة، عدد الوزراء في الصين 18 وزيرا. عدد الوزراء في فرنسا 22 وزيرا. عدد الوزراء في ألمانيا 16 وزيرا. عدد الوزراء في إيطاليا 18 وزيرا. هذه دول صناعية متقدمة نووية، اقتصادها ضخم، ومع ذلك عدد الوزراء فيها محصور محدود، لأنهم يعرفون ماذا يريدون،
وماذا يفعلون. وأما نحن فتكثر الوزارات لكثرة الترضيات السياسية عندنا للأسف الشديد. هذه دعوة صادقة لهذه الحكومة ولرئيس البلاد، إذا أراد أن نقف معه جميعا وأن نشد على يده وأن نناصره، أن يبدأ أولا بإنفاذ الشريعة الإسلامية إنفاذا عاما. وأما ما يسمى بالحوار الوطني فإن كل حوار لا يقوم على مبدأ ثبات سيادة الشريعة وانفرادها بالحكم والتشريع حوار فاشل لا يؤدي إلى الصلاح، بل حوار فاسد. كل حوار لا يقوم على مبدأ سيادة الشريعة الإسلامية وانفرادها بالحكم والتشريع ونفاذها حوار فاسد وفاشل لن تصلح به العباد ولا البلاد، لأن هذه البلاد لا يصلحها إلا شرع الله ودين الله. جربت بلاد السودان وغيرها من بلدان العالم دساتير كثيرة وضعية، ومرت البلاد بانتخابات كثيرة لم يأتي فيها شيء، لم تأتي فيها الشريعة الإسلامية، فتخبطت بلاد من فشل إلى فشل، ومن فقر إلى فقر، ومن تضخم إلى تضخم. فلا سبيل، لا سبيل، لا سبيل إلى صلاح البلاد والعباد إلا بإقامة شرع الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فبهذا تصلح البلاد ويصلح العباد. نسأل الله تعالى أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.